شارع أو حارة أو حتى زقاق، هتشوف وتسمع حكايات على كل شكل ولون. حكاية تضحكك وحكاية تصبرك وحكاية تديك أمل في بكرة. عايز تعرف بلدنا بجد؟ انزل اتمشى في أي مكان فيها واسمع حكاويها من أهليها. أهلا بيكم في أهالينا. تمام. ازيك يا ست الكل؟ ملك ده انا جايه لك من اخر الدنيا. الله يخليك يا اخي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ده انا شم ريحه هتاكلني. ده انا عيني. تسلم عينيك يا رب. انا عيني. ربنا يقول اي خدمات. قول لي بس الاول بتعمل ايه على العربيه قبل ما نقعد نتكلم، عشان انا عايزه ابص. انا جايه جعانه رغي معاك. لا رغي جعانه رغي معاك بس ماشي. هتاكلني برضه؟ ما لازم اكل. قول لي بقى الاول بتعمل ايه؟ بقوم الصبح بغسل الحاجه واخد، وبعدين اغلى اسخن الميه، اوضب اللحمه واحطها، بعدين اعمل الطبيخ. طبيخ ايه بقى؟ يوم بطاطس، يوم فاصوليا، يوم كوسه، كل يوم شكل. زي يوم يوم في السكه ويوم على الدكه ويوم قابل رب كريم. شفت بقى اني حافظه؟ كده. يوم في اللفه. يوم في اللفه ويوم الف لفه ويوم ارجع للفه. اوبا اوبا. يوم في اللفه ويوم الف لفه ويوم ارجع للفه. سؤال بقى. اتفضل. الكلام ده انت قريته ولا الدنيا اللي علمته لك؟ الكلام ده من قلبي. واضح. انا والله ما ولا بعرف امضي ولا بكتب ولا اي حاجه. حبيبي. طيب هنقعد دلوقتي نتكلم. ويوم في السكه ويوم على الدكه ويوم قبل رب كريم. بس انا اديتك انت ما اديتنيش. انا روحت على الله انت ما تجيش. بالظبط. قول لي بقى. قول لي. كل ده نقول. قولي بقى يوم بطاطس. ويوم بطاطس. يوم فاصوليا. ويوم كوسة. تمام. ويوم لوبيا. حلو. ويوم بامية. وريني بقى التقطيع كده، التقطيع الحلوة قبل ما نقعد. اهو يا سيدي. ملحيها طيب. تحفة الأول. ايه؟ حلوة. ملحيها. انت حاطط في الشوربة بقى؟ ايه؟ ورقة راورة وحبهان والكلام ده. لا لا لا. أمال إيه؟ ما فيش الا البصلتين يا اخي فقط على الغير. بصل وبتغلي الميه، لما بتغلي بتسقط اللحمه. طب والمصحف الطعم ده طعم النيه الحلوه، والله طعمها تحفه. والله ما بجاملك. والله يا ام، والله ربنا اللي يعلم. ربنا اللي يعلم بالاخلاص بالشيء ده. تمام. كلكم. ايوه. والاكل لكم. اشمعنى بقى؟ لحل اللقمه الجعان ياكل. ما انا عارفه بقى ان انت بتقول ان الجعان ومعهوش يجي ياكل. ياكل ويمشي، ما فيش حاجه عندي والله. طولها قد عرضها. طب انا عايز اسالك سؤال. محدش واخد منها حاجه خالص، بس عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت الحاجات دي بتجيبها في فلوس وبتعيش والكلام ده. تمام. حد جه جعان واكل ومشي وانت بنفس راضيه؟ راضيه. في مره لقيت في نفس اليوم حد جه اكل وعجبه الاكل ودفع ثمن اليوم كله؟ والله لمؤاخذه ما اقولكيش بجد. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس غلابة.
أنا ناس بتجيني من السيدة، ناس بتيجي من السيدة بتوع مواذا بتوع عربيات بيبيعوا عربيات، واخد بالك؟ بيجي ياخدوا بالعشرين رغيف بالخمسين رغيف بالستين رغيف كل يوم والتاني. الحمد لله ربنا معيشنا والحمد لله. عاوزين ايه منه؟ هتاخد منهم ايه قد اللي هتاخده من اللي فوق؟ اعمل لدنيا، اعمل لاخرتك، ما تعملش لدنيتك. صح. وما الواحد يعمل لاخرته ايه لدنيتك هتعمل ايه؟ ولا حاجه. هتاخد ايه معاك؟ معاك مال الدنيا. هتخرج لوحدك. هتاخد ايه؟ في اللفه. مرة في اللفه. صح؟ علمتها لي انت دي. في اللفه. صح؟ كمل تقطيعه بقى عشان نقعد بقى عشان كلامنا ايه؟ يا كريم يا كريم. هقعد بقى ارغي مع الحاجه شويه على ما تخلص الحته دي. يا كريم ست الكل، يا كريم احكي لي بقى، يوم ما جالك الشاب المعجباني كان ابن خالتك وانتي نازله توصلي بنت اختك الحضانه. وبعدين قابلته، كان لسه جاي من السعوديه. ماشي. كان بقالي قد ايه ما شفتيهوش؟ لا ده قعد هناك يجي 3 سنين. مش مده يعني؟ لا قعد يعني كتير، نزل وطلع تاني. تمام. فجي سلمت عليه وخدنا بعضنا ومش جه، قال لي اسلم على خالي اللي هو اخويا، سلم عليه ونزل. بس لقيت خالتي اخر النهار قالت له انا طالبه قدر النبوي. اوبا اوبا. قال لها امال يا خالتي، بنت اختي والواد اخويا. تمام. انت بقى ايه لما شفتيه ايه؟ ما كنتش حاطه في مخي، كانت ايامي امي ميته ومش حاطه في مخي الحاجات دي. كانت ده انت وفيتي في نفس اليوم. اما يعني اخواتي قالوا لازم تاخديه بتاع، قلت لهم كويس. تمام. ووافقنا. مفيش 4 ايام وكتاب، وقعدنا يجي سنه لما جبنا الشقه والحاجه. يعني كتبته؟ سافر ولا سابك ولا ما رجعش تاني؟ خلاص بقى ربطتيه. كان قاعد ست الحسن والجمال، قعد 5 سنين هنا في السعوديه. الكلام ده كان من كام سنه؟ اه يجي 50 سنه. بقول لك ما شاء الله اللهم بارك. بقول لك طيب. مفيش 5 ايام كتاب وشبكه. لما عدى انتوا ما عندكوش اولاد؟ يا ربنا ما قسمش. طب لما عدى سنة واتنين وتلاتة، الناس اللي كانت ساقطة راسها في حياتكو دي بقى ايه بقى؟ لا ما كان يتكلم اي حد من عنده ومن عندنا. تعالى احنا بتسنى لوحدنا ليه؟ تعالى اقعد بقى اقعد الكلام احلو. اما يقولوا بقى كده يقول لهم احنا عبدنا على كده. طيب على كده عشنا وكنا على كده دلوقتي. تمام. برضه احكي لي، انت جاي اجازه من السعوديه. شفت القمر معدي، احكي لي بقى. والله هو النصيب ما ماشي. هي ماشي، هي ماشي بقى. بسلم عليها بقول لها تلبسك الموازين كده على طول. دخلت قلبك اول من. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انتوا قرايب صح؟ لا بنت خالي امي. ماشي. هتعرفوا بعض؟ وسافرت وانت عارفها؟ وما غبتش؟ هل كان في اي حاجه كده ولا كده قبل ما تسافر جواك؟ كتير. اوبا بقى اوبا بقى يا دنجوان. وانت في السعوديه جميله كنت بتدعي ايه بقى هناك؟ ان ربنا يرزقني بالخلف الصالح. ما جاش. تمام. المؤاذ ارضى بمقاسم لك ربنا. قال قلت له انا راضي بقاسم ربنا، ربنا رايد هيديني، مش رايد مش هيديني. عدى سنة واتنين وتلاتة وطنط الحشرية بتصت راسها في حياتك. يا عم روح شوف لك عم، عايز اشوف ولادك. ما بقاش يسأل عنه. ما بقاش يسأل. حد من اخواته ولا كده بيزعق له. ولا اسأل. انا ابويا قبل ما اجي اتجوز علمني كلمتين، قال يا بنتي هتعيشي على قد بيت على قد ايد جوزك. طبعا. اللي يحصل في بيتك ما يطلعش بره. صح. لو عمل ايه الا الاهانه ومد الايد. انت بقى ايه الوصيه اللي اتوسط لك قبل ما تدخلي بيته؟ ما فيش. قالوا يعني العشره تكوني مخلصه. تمام. وانا قبل ما اخده قلت له بقول لك ايه، انا الكذب ما بحبوش. وعن بنت اختي ما تحسنيش، وطلع القرف على امي ما تحسنيش. تمام. هتوافق على الثلاثه دول؟ قال لي قلت له خلاص. كذب عليكي كم مره؟
ولو كذبه بيضة قد كده. لا ما بكذبش يعني ساعات بيعمل حاجات بس اساله فيها كل لما فيش حاجه. لا مش عارفه ايه دي بس اللي ايه بيخبز. كذبه بيضة يعني. طيب نزعل على قد ما نزعل نتصل عن بعضينا نسبح خلاص الصبح ما فيش اي حاجه نمنا خلاص خلاص ما فيش اي حاجه مات. ولما طب انا عايز اسالك سؤال احكي لي بقى وصلنا للنقطه اللي احنا فيها دي ازاي فكره العربيه جت ازاي فكره إيه اللي حصل فكره العربيه كنا كنا عندي غنم وعجوز كنت واقف في الحته مطرح العربيه بتاعت البطاطس عملت شاد بحت لحم ب 8 جنيه دي بحت اللحم ب 8 جنيه سنه كام الكلام ده حبه كبيره ده انا بحت اللحم ب 40 قرش عم الملك بحت اللحم ب 40 قرش فين ابويا كان بينادي يقول لك ايه الثلاثه بخمسه ابيض والطماع يجي يوشوش في ودني ما شاء الله انا ما كنتش باجي ليه في الايام دي ليه ماشي الطماع يجي يوشوش في ودني تمام الثلاثة بخمسة ابيض يعني الثلاثة بخمسة عريفة ثلاثة مطو ثلاثة بخمسة عريفة ثلاثة تلتار بخمسة تعريفة سبحان الله جينا بقى بفرح اتعزمنا فكنت فاتح في الغرية واحد جوز بنته واحد جزار قال له طلع واحد بينقط بيقول له ايه كش كش عم الجزارين عم الجزارين اخوان كشك عم الجزارين ايه عم الجزارين كنا احنا اربع تنفار قاعدين في الفرح معزومين اسماعيل فرج ومحمود الجنين وانا تمام قلت له ده جنيه وانت جنيه وانا جنيه قلت لهم الفرح وصحاب الفرح الف مره اللي نابوا هيبيع اللحم ب 40 قرش من يوم الثلاث من يوم الثلاثة هنبيع اللحم ب 40 قرش. قال كان سعره كام بقى؟ ايه؟ كان سعره كام؟ كان 58 و 58 قرش و 46 ده انت نزلت النص ده انت نقطت البلد كلها ما كان لحم رخيص حريف كان لحم رخيص واحد قال لي اعمل كبده عملت كبده اسكندراني عربية كبده عربية كبده اسكندراني كبده ولحمه برضه كبده اسكندراني ما حدش يعرف يعملها بالكمون والثوم بس كده وفي الزيت بتاعها وتشمي الحلق واللية كنت سايق كانت ايه ب 50 قرش يعني انا هاكل دلوقتي كبده ولا اجي اكل بسله ماشي يا عم كمل بعد عربية الكبده بعد كده عربية اللحم اشتغلت في اللحم اسوي اللحم ابيع لحم واسوي لحم سؤالنا هنا بقى اتفضلي سيدنا اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام جالك في المنام امتى وقال لك ايه؟ في المنام ده وقبل ما اتجوز زعلان حلو قبل ما اتجوز وانا في الغوريه وانا ببيع اللحم قال لك ايه؟ كنت بنزل الصبح اروح اصلي في الحسين تمام واجي من الحسين افتح الدكان كان ابويا يجي يقول لي ايه؟ تلج اللحم اروح متلجه هو يمشي اروح مطلعه لغايه الساعه 3 لغايه لما الفجر اروح اصلي الفجر واجي اروح واخد الفلوس واديها لمين؟ لابويا تمام اقول له يابا انا اقول له انا جبرت اللحم كله خلص قال لي وديته لمين؟ قلت له الصحابات نصيبه ما تعرفيش الزبون بيجي منين سبحان الله جيت في يوم نايم ورقه كان هيروح عليا الفجر زعلان مع ابوه هيروح عليا الفجر وصلت اللي بيزقني قوم نصلي الفجر لقيت الأوضة نور 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 قال لي أنت خلي بالك أنت هتسافر الجمعة دي السعودية ما شاء الله اعمل حسابك أنت هتسافر السعودية عشان تفك اللي عليك والله 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 روحت وجيت لقيت ابن جوز أختي جاي بيقول لي تسافر السعودية قلت له سافر تسافر قلت له سافر سافر جابوا الجوازات اكتر من 500 جواز
ومرصوصين كده قدام مني. بصيت لقيت الجوازات كلها اتقلبت، واول جواز يجي في ايده هو انا. سبحان الله. قال لي اتوكل، خد التاشيره اهي ويوم الثلاثة هتسافر. تمام. طب يا عم الحاج اسافر ازاي وانا ما معيش فلوس الباسبور؟ الموازنه ده انا مستلف فلوس الباسبور. قال لي هديك شهرين. تمام. خدت الشهرين اديتهم اديت اللي عليا. دلوقتي انت عامل عربيه كل يوم بطريق. لحمه وطبيخ ورز الطبق ب 10 جنيه واللي ما معهوش بياكل ياكل وما يكسبش ويمشي يمشي بالسلام. ليه؟ رزق رزق يا موزه. اديكي فكره. اتفضل. اللي بيطلع لله بيزيد. تمام. اعملي حسابك ما بتطلعيش من جيب الجنيه ربنا بيرزقك بخمسه. ما فيش اكل. اوعي تقولي لا ده كله لله، انت جاي مش محتاج مش عاوز حاجه. عاوز ايه؟ عاوز الاكل. انا لما اكل واحد ب 1000 سهله لوحدي كده. ربنا بيقبل بخاطرك. ربنا يرضيك. اخر حاجه هسالك عليها. اتفضلي. نفسك في ايه يا عم نبي؟ نفسي ربنا يستر معايا. ستر يا ربنا. ربنا يديم عليك ستر. بس لسه من سنه راح يعمل ايه؟ عايز ربنا يسترها يومين الفضل لنا. مش عاوزين حاجه. ربنا يديك الصحه وتوصلها. الحمد لله. تعيش 100 سنه كده واجي لك. رضا 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 من يارب. احنا كبرنا على رضا من يارب. رضا من يارب. طلعنا عواجيز. رضا رضا من يارب. طلعنا عواجيز من اهالينا. رضا من يارب. الرضا حلو بس عينيك دمعت ليه يا عم نبوي؟ ليه؟ عشان الستر بتاع ربنا. الستر بتاع ربنا. ده الستر جميل. يعني هو حد يعيط من ستر ربنا؟ الحمد لله. قول يا عم نبي قول. قال يا رب غلب. في والله العظيم وغلاوة سيدنا النبي لا تتكلم. مفيش حاجة أنا هو كده بيصعب عليه. وبيصعب عليه. النبي. في إيه يا عم نبي؟ ولا إله إلا الله. لا اله الا الله سيدنا النبي محمد رسول الله. يا حضره النبي حضرنا عليه افضل الصلاه والسلام. يا حضره النبي حضرنا بحق كلمة. عليه الصلاه والسلام. ايه اللي منزل دموعك يا عم نبوي؟ مش عامل لها حساب. عاوز اقابل الاخره سليم. مش انت عامل حساب هناك؟ الاخره حسابي الاخره. ده احنا هناك هنيجي نستلف منك. ربنا يكفيك شال زمتة القبر. زمتة القبر صعب. يا رضا من حفلة النار، يا رضا من حفلة الجنة. عم نبوي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن ما يشاء. انت ظن في ايه؟ واليوم الدنيا بخير ليوم القيامة. بس كده. بس. ما تقوليش معاكي مال ربنا. معاكي مال ربنا. معاكي عربيات. ومعاكي ده قالها تاخديها معاكي. يعني انت عارف احنا جايين ليه النهارده؟ عشان تدعي لنا من قلبك. ده الدعوه دي بالدنيا. الدنيا كلها الحمد لله. انا بحبك. هذا من فضل ربنا. انا بحبكم. ربنا يخلي لك ولادك بحاجه يا رب. ويصلح وقتهم. ويصلح حالهم. ربنا يكفيهم شر المرض بحق جاه النبي. يا رب احنا ولاد الناس كلها يا رب. أمة لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. واحنا كلنا ولادك يعني. الحمد لله. ربنا يرضيك. الحمد لله. ويديم عليك ستره. هذا من فضل ربنا. بس كده. هذا من فضل ربنا. أنا مبسوطة جدا بالفقرة معاكم. الحمد لله. وهاجي لك تاني وهجيب لك ولادي وهناكل أحلى أكل من إيديك. عينيا الاثنين. ربنا يرضيك يا عبنا. ده أنا أذبح لك. ربنا يسعدك. تحت رجلك والله. ربنا يسعد قلبك يا رب. دعوة منك. الدعوة منك بالدنيا يا حبيبي. والله اذبح لك تحت رجلي. ربنا يرضيك. شكرا يا عم نبوي. شكرا لله يا ست. Thank you.
يعني لما نتكلم عن ست بألف ألف راجل مش هنلاقي زي المعلمة هدى. هنعرف أنا مش هقول، أنا عارفة بس مش هقول، هي اللي هتقول. ست هدى، مساء الفل. مساء النور. عاملة إيه يا ست بألف ألف راجل؟ ربنا يخليك. إيه ده؟ ممكن تشرح لنا إحنا قاعدين فين؟ محل شوايات وشوايات فراخ وشوايات سمك وبقى كبابجي وبترين. انت بتشتغلي في كل ما هو ألمونيا؟ لا، كل حاجه ستانلس وألمونيا. مش ألمونيا بس، ستانلس وألمونيا شغل محلات. حلو. يعني شغلاتي دي شغل محلات. احكي لي بقى اصل الشغلانه. اصل الشغلانه دي واخدها عن جدي ووالدي واخويا وعمي ووالدتي وجوزي. ده انتوا عيلة الستانلس والألمونيا؟ العيلة كلها شغالة في نفس المهنة. حلو. عندنا ورشة ويدوي. تمام. وحاجات كهرباء بقى بالتاني وحاجات زي دي. تمام. في طبعا العمال والحمد لله. بتبدأوا تصنعوا من أول إيه لحد إيه؟ من أول إيه؟ مكن الطعمية، مكن اللحمة، الريشات، وبقى الكباب، شوايات الفراخ، شوايات السمك، بترين الكبدة، بترين العرض. ما شاء الله. القدر بتاع رمضان، الفول. قدر الفول. بس جيتي لأهم وجبة عند الشعب المصري. أيوة. فول تاني. ربنا يخلي لنا مصر يا رب دايما، واللي بيصنع قدرة الفول في مصر. أيوة. طيب، قدر الفول نوعين، قدرة المستوقد أو المحل وقدرة البيت. قدرة البيت دي حاجات صغيرة للبيوت. تمام. قدر المستوقد دي بتبقى 6-8 ملي عشان تخش المستوقد وتسوي، لكن قدر البيت دي حاجات صغيرة يعني بيسوي نص كيلو كيلو يعني. حلو. الطلب أكتر على إيه؟ في الفول، في قدر الفول؟ لا، الكبيرة طبعاً. الكبيرة. الكبيرة عشان ده للشعب كله. لكن قدرة البيت أنت اللي بتأكلي الشعب فول على الصبح. قدر البيت دي بتبقى يعني هي حاجه للبيت، فرد 2-3، لكن القدر اللي هي بتاعت المستوقد دي للجميع. الست هدى او المعلمه هدى، من الست للمعلمه نقله. نقله كبيره. طبعا. احكي لي حكايه الست هدى لحد ما بقت المعلمه هدى. من أول ما تعرفتي بجوزك الله يرحمه. الله يرحمه. أصل جوزي كان برضو معانا في المهنة وكان معانا في المحل. حلو. عند والدي. بيشتغل عند والدي. كان شغال عند والدي. حلو. فطبعا والدي مرضيش يطلعه بره. والدك اللي مرضيش يطلعه بره؟ يعني نقدر نقول إن هو قال أخطب لبنتك ولا تخطبش ابنك؟ طبعا. طبعا. طب ده عشان إيه؟ شافوا صنايعي مفيش أخوه تحت الربع. ولا حاسس ان بنته مياله؟ لا لا، انا كنت صغيره، كان عندي 14 سنه. وهو كان عنده كام سنه؟ 15. ايه ده؟ متجوزين صغيرين. تمام. هو كان راغب. ما انا لسه كنت هقول. هو كان راغب. طب انتي عملتي نفسك مش مياله؟ لا، ما انا هو... صغيره بقى، كنت بقدرش اقول. هو اللي تشوفه يا بابا تشوفه يا بابا واجري على الاوضه كذا. اتجوزتي انت عندك 14 سنه؟ ايوه. خلفتي 3 بنات؟ ايوه. ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك. رجعتي تشتغلي معاه امتى؟ اما دخل الجيش. اوكي. نزلتي مكانه؟ نزلت مكانه. كان باباكي موجود ولا توفى؟ كان لا، موجود. ورجع؟ ورجع. كملتوا بقى مع بعض ولا رجعت البيت تاني؟ لا، كملنا بقى مع بعض. العمال بقى ما رضيتش تسيبني. تمام. البنات؟ ايوه. كنت ازاي بتوفقي بين الشغل والبنات؟ اصل تربيه البنات مش سهله. معلش بقى، بسم الله ما شاء الله انت مطلعاهم. الحمد لله. اللهم بارك. الحمد لله. ايه بقى، كنت بتوفقي ازاي؟ لا شويه يعني، كنت مثلا المغرب كده اروح. تمام. عشان البنات. احكي لي عن يوم وفاة جوزك، ايه اللي حصل؟ طبعا حسيت يعني بوحده. ما هو اولا يعني كان اخويا وكان خالي وكان عمي 52 سنه مع بعض. لا لا لا، هنا نقف. ده قصة حب بقى. لا طبعا. طبعا. الحب كمان جه بعد الجواز. فعلا؟ 52 سنة. مش سنة ولا اتنين، 52 سنة. طيب. مع بعض. سألك سؤال، 52 سنة جواز، ايه أكبر خناقة فاكراها؟ صراحة ما يعني ما كانش فيه خناقة ولا حاجة. لا لا، ما كانش فيه خناقة. 52 سنة؟ لا لا لا، ما كانش فيه خناقة.
عشان كان بيعزني مهما حتى انا ما تعمل هو برضه كان بيعزني. كنت بتدلعي عليه شويه؟ طبعا بيستحملك؟ طبعا حتى ما كنت يعني هو كان عملت الشغل صنايعي بتاع، كنت اما نزعل هو يجي يصلحني على طول، ما فيش زعل فعلا. لا كنت بتحبيه؟ طبعا الله يرحمه، ولحد الان بحبه لحد الان. طبعا ما شاء الله عليك. ربنا راضي. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه. امتى اليوم اللي ممكن يجي تقولي انا تعبت وعايزه اقعد؟ والله يعني حته القعاد دي بنفكر فيها، بس ايه برضه بشد ليها تاني، ما فكرتش ان انا اقعد. لسه مش هين عليك؟ لا طبعا مش هين عليك، دي حاجه بقى دي في الدم، الشغل ده في الدم. طيب الشارع ده كله كله بيقول ان مفيش بيت بتحصل فيه مشكله الا الحاجه اللي هو ده تحلها، وكلمتها تمشي على الكل. الحمد لله كلنا اهل هنا. انا فاهمه كلنا اهل. حلو، بس لما بتجيلك بقى المشاكل، سواء بقى مشاكل زوجيه او خناقات او الكلام ده، اي حاجه بنقدر نحلها بنحلها. تمام، يعني ممكن اي حاجه، كلنا هنا اخوات. تمام، واهل. وبعدين انت مش عشره يوم، دي عشره العمر كلها. فطبعا نتدخل، عرفنا نحلها على بركة الله، ما عرفناهاش دي بقى حاجة غصبانية، يعني بتبقى غصب عننا. تمام. نفسك في إيه يا حاجة هدى؟ نفسي اللي ربنا يعني يعفى عني. أنا كنت كل سنة بطلع الحج. تمام. بقالي سنتين ما قالوا بقى كورونا ومش كورونا، طبعًا ما طلعش. فأنا نفسي ومنع عيني اللي ربنا ياخد بيدي وأخف وأطلع الحج. يا رب. بس يا رب. هو ده أملي من ربنا. لو ربنا استجاب لك الدعوه الحلوه دي تدعي لنا هناك. انا من ربنا، انا تدعي لنا هناك. انا بقالي سنتين ما طلعتش، وانا نفسي اطلع. ربنا هيناديكي، ده انت مشتاقه له، ما تعيطيش. انا كنت كل سنه كل سنه هناك. رب بس قالوا كورونا ومش كورونا. طيب يعني ده معناه غصب عني، يعني نحمد ربنا ان الصحه كويسه وان الفلوس موجوده، بس هي الظروف كل حاجه موجوده بامر الله، بس هو نفسي ربنا ياخد بيدي بس واطلع الحج. يبقى ندعي. بس انا مش عاوزه اكتر. شارك بيها السنه دي، تفتكرينا بالدعوه؟ ربنا يكرمكم. تفتكري برنامج اهالينا بالدعوه؟ ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم، ربنا يرضيكي ويسترها معاكم دنيا واخره. اللهم ويرضيكي ويخلينا مصر يا رب يا رب، ويخلينا بابا السيسي يا رب، ده ابونا كلنا. خلينا بابا السيسي يا رب السيسي يا رب. ربنا ويديك الصحه وطول العمر. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. شرفت بيكي يا ست، متشكرين قوي، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. والشعب المصري كله طيب. اللهم امين. شكرا استاذه، شرفت بيكي. الله يخليك، ربنا يسعدك. الله يخليك، متشكره قوي. ولسه وسط اهالينا، اهالينا اللي عظمتهم ما بتخلصش، اهالينا اللي مهما الزمن تطور بيحافظوا على تراثنا، بيحافظوا على الحاجات اللي اصلا ممكن تبقى منسيه. انا في مكان مش مصدقه ان هو لسه موجود ولسه مفتوح ولسه ناس بتشتغل بايديها. معانا الحاج نور. ازيك يا حاج نور؟ اهلا وسهلا بك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. صحتك عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله. تمام؟ تمام الحمد لله. انا مبهوره بيك. الله يبارك لك. مبهوره بالمكان. الله يبارك لك. اسمحوا لي اقدم لكم الأبقاب. في يناير 2022 في برنامج اهالينا، اول ورشه او تعتبر اخر ورشه بتصنع الأبقاب يدوي إلى الآن. حاج نور، دي ورشة باباكو. كان عندنا ورشة أصلاً فوق في الدرب الأحمر.
من الضرب الاحمر وهنا تحت الربع. طيب الورش دي اصلا متخصصه في الخشب تمام؟ اكتر والدي كان تاجر خشب. حلو. فكان بيخش المزادات او المنعصات الخشب اللي ما ينفعش يتباع كنا بنعمله قبايب. ده من اول خمسينات. ده انتوا ما شاء الله عيله دماغها شغاله من زمان. يعني انتوا بتاخدوا بواقي الخشب بدل ما يترمي بنعمله قبايب. بتستفيدوا بيه. ايوه. قررتوا تعملوا القبايب. قررنا القبايب، وبعدين مش اي خشب بتعمل منه القبايب. ايه بقى؟ في كافور وفي توت وفي سبيانس وفي جزورينا. في كذا نوع من الخشب. طيب بس اسمح لي لما انا ابقى ماسكه قبقاب قبقاب اللهم صل على النبي خشبه احسن من خشب اوضه نومي النهارده. يعني انتوا بتجيبوا حاجه يعني ملهاش علاقه بالخشب الموجود دلوقتي. ويا ريت الناس بتقدرها. انتوا كنتوا بتدخلوا المزادات والمناقصات بتشتروا انواع معينه من الخشب اللي خلاص لا تصلح لحاجات ثانيه وبتصنعوا القبقاب. مين اللي خد قرار تصنيع القبقاب وليه القبقاب بالذات؟ والدي الله يرحمه. ليه؟ ايام المماليك والعثمانيين كان في حد بيصنع قبايب في وقتها؟ ده في الخمسينات. كان في واحد بس الله يرحمه وراه خلاص. في الخمسينات ايام الملك. اشمعنى القبايب؟ يعني اقنعكم بايه؟ ما انا بقول لك شاب وهو بالمجلات وبتاع وناس كانت بتيجي تسال عليه. ايوه حضرتك بتتكلم في زمن الافنديه والطربوش. ايوه. وفي زمن سي السيد وست امينه عمد. كان ما كانش فيه، كان كله بقى عايز يعمل فيها بقى ابن برج ويلبس الجزمه الجلد ولا الشبشب الجلد. لا والله كان في ناس تيجي تاخد قباب عشان تعيد بيه. حلو. تمام. الجزمه كانت ب 99 قرش وما كانش معاه حد 99 قرش عشان يجيب جزمه. كويس. كان يجي ياخد يوم الوقفه وقباب ارساخ عشان يعيد بيه تاني يوم. طيب كلمني بقى اصلا الجيل الجديد بقى ولادي ومن دوري احنا نسمع عنه والناس فاكراه مجرد شبشب، لا ده ليه فوايد. ليه فوائد طبيه وسمعنا انه بيعالج الروماتيزم او الروماتويد. احكي لنا شويه عن القباب. اولا عازل الرطوبه. تمام. وبعدين تاني حاجه بنعمله السمك عالي عشان ايه؟ عشان الريكس بتاع الحمام. عدم طهاره الحمام. عدم طهاره الحمام. ما تلمسش الرجلين. تمام. وبعدين ممكن تقف بيها على الغساله. جمع الماس الكهربائي. وفي ناس بتاخده علشان عندها روماتيزم وفي ناس عندها بتاخده. سؤال بقى، هل فعلا المعلومه دي ان هو بيساعد في علاج الروماتيزم حقيقيه؟ لا بيعالج، لا بيوقيها. بيقي من الروماتيزم؟ طب ليه؟ اشمعنى؟ عشان الرطوبه. ما الشبشب ما فيش شباشب طبيه وفي شباشب حديثه، اشمعنى ده؟ كل ده والله ناس لفت ولجأت لده. للقباب تاني. للقباب تاني. واحد رجليه عاليه. عايز جلد مثلا 22 23 سنتي. عشان رجليه فيها ورم. بعمله له. تمام. اي حاجه عايزاها في اي فارما عندي حاولت اطور منه واعمل اشكال جديده او بتاع، ما حدش للاسف بيقدره. تمام. كل واحد يقول لك يا عم ده انت ب 10 ليه او ب 12 ليه او ب 15 ليه؟ ما يعرفوش ان هو بياخد وقت اكتر من جوز جزمه. تمام. قص الجلد وبعدين ما تقص الصبيح ده. وبتجيب المسمار. تمام. وتجيب الخشب وتعلميه وتدوريه. كل دي والخشب ده واضح انه مشطوف يعني ما متعوب فيه. لا ممكن يتنعم عن كده كمان. يعني انت بتعمله بايدك والمكنه موجوده؟ المكنه موجوده، بعد ما يخلص مع المكنه اجيبه واعلمه وادوره زي ما انت شايفه كده. وبعد كده اركب له الوش واركب له الصفيحه اللي هي ديت. نفسك توصل مشروعك للناس ازاي؟ انا عايز اوديها لانحاء العالم. طب ما نبدا بمصر الاول اذا كنا احنا مش عارفين. احنا العلم كنا بنورد القباب ده لجميع البلاد بتاعت مصر. تمام. هنا واسوان والاقصر وبني سويف كل البلاد دي كنا احنا بنودي لها قبايب. حلو قوي. كل اسبوع. حلو. مره واحده 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 لما طلع بقى خدوجه وزنوبه وال بدات العمليه العرض الطلب بيقل. فالعرض طبعا هيقل. هو القباب بياخد منك وقت قد ايه في تصنيعه؟ بتصنيعه ياخد مني بتاع ربع ساعة. اللي هو كله؟ بيكلفك قد ايه؟ لا يكلفني دي حسب الخشب، تقريبا يكلفني حوالي 10 جنيه. بتبيعه بكام؟ ب 15. يعني مش غالي؟ لا. يبقى هو الموضوع ناقصه تسويق. بمتناول جميع القبائل، بس الناس بتستهتر. احنا هنا من برنامج اهالينا بنعرف اهالينا في البيوت وفي جمهورية مصر العربية وفي الدول العربية، السادة المصدرين، السادة اللي بيشتغلوا في الحاجات المصرية الاصيلة، ان الاستاذ نور
ما زال يصنع الأبقاب المصري بمختلف أنواعه حتى الآن. ممكن تقول لنا عنوان ورشتك يا أستاذ نور؟ واحد عطفة سليم. واحد عطفة سليم تحت الرابع. بس كده احنا وصلنا للمشاهد ان الأبقاب ما زال بيتعمل موجود تمام وسعره في متناول الجميع. ممكن نشوفك وانت بتعمل لنا ولو فردة واحدة؟ عناية. ده الخشب ده اسمه ايه بقى؟ الخشب الغامق ده كافور. كافور. والفاتح ده سيبيانس. سيبيانس. اتفضل. زي ما شفنا في اقل من 10 دقايق اتعملت فردة أبقاب. وبما ان احنا قدرنا نوصل لورشة الاستاذ نور اللي بيصنع الأبقاب وهو اللي ناقصه بس ان الناس تعرف، ادينا بنعرف الناس. واحنا من برنامج اهالينا بنقول لحضرتك يا استاذ نور ان في معرض بيتعمل كل سنة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اسمه تراثنا. تراثنا ده لإحياء الحرف اليدوية اللي بطلت تتعمل او الناس نسيتها. احنا من برنامج اهالينا بنوعد حضرتك ان احنا هنجيب لحضرتك دعوة لمعرض تراثنا الجاي تعرض فيه الأبقاب. يا ريت. ربنا يديك الصحة وطولة العمر وتفضل تحافظ على تراثنا فعلا، لان انا مبهورة ان انا في مكان اللي بيصنع الأبقاب. تسلم ايديك وعينيك وربنا يديك الصحة وتشرفت بيك جدا يا استاذ. الله يبارك لك. ربنا يسعدك يا رب. شكرا بحضرتك. جزيلا لحضرتك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا فندم. ممكن اقعد؟ اقعد يا بس. ده ايه الحلاوه دي؟ يعني مش دي تعمل حاجات حلوه؟ ربنا يا رب يجعلك من اسمك نصيب. الله يخليك. كلمني بقى بنعمل ايه هنا بقى؟ بنعمل حضرتك الكراسي دي وبنعمل سراير وكنب وكل حاجه من الورق البردي ده. حلو قوي. ورق البردي ده من ايام الفراعنه. صح؟ صح. وبقى حاجه نادره جدا. احكي لي، انا مش مصدقه ان انا قاعده بتفرج على الكلام ده. الصنعه دي انا ورثها عن ابويا. تمام. وابويا ورثها عن ابوه. يعني من العيله. ابا عن جد. تمام. يعني هي ضعيفه شويه في الفلوس. مفيش شباب جديد بيرضى يتعلمها. حلو. خدت بالك؟ يعني حضرتك اخر واحد بتعمل العظمه دي؟ انا والاستاذ عماد. ازيك يا استاذ عماد؟ ازيك يا استاذ كل؟ تمام الحمد لله. تسلم ايدك. الله يخليك. طيب تعالى الاول بس نحكي حكايه البردي ده بتجيبه منين؟ البردي ده الجماعه اللي هم عايشين في الوادي بيقطعوا لنا الارض. هو عامه البردي ده بيطلع في جميع المصارف، اي مصرف في مصر تلاقي في البردي ده. حلو. في الاشياء ده اسمه، بس في ناس بيسميه ايش؟ في ناس بيسميه البردي. تمام. يعني تاريخ اسكندريه بيسموه بردي، تاريخ السعيد بيسموه ايش؟ يعني حضرتك بتجيبه من طريق الصعيد؟ لا، بنجيبه من طريق وادي النطرون. وادي النطرون دلوقتي. وادي النطرون. تمام. وبعدين؟ بعدين بننشفه وبعد كده نشتغل بيه. حلو. هو كده بحالته اللي خلقها ربنا بعد ما نشفتوه بس؟ ملوش اي تصنيع؟ لا لا، هي دي حالته. هي دي حالته. طيب حضرتك عندك خمس ولاد؟ خمس ابناء؟ ثلاث بنات ولدين، الولدين فضلوا يشتغلوا في الساله. ليه ما اشتغلوش شغلانه حضرتك؟ ما علشان فلوسها قليله والشباب اللي طالع عاوز فلوس كتيره.
يعني ايه فلوسها قليله؟ يعني مصنعياتها قليله على قد يعني. حلو. الكرسي ده بيكلف حضرتك كام؟ الكرسي ده بيتكلف حوالي 40 جنيه. وبتبيعه بكام؟ يعني 45 جنيه. تكسب في الكرسي 5 جنيه. حضرتك بتسوقه فين؟ في ناس تجار بتيجي تاخده. يعني رايقه. في ناس عارفاه. في ناس عارفاني. قليلين يعني مش كتير. الاجانب بيحبوا الشغل ده. حلو. الاجانب كانوا يعشقوا شغلنا احنا دوت. لا مش الاجانب يا فندم، هو انا اجنبيه؟ انا معديه، انا شايفه عظمه، شايفه حاجه بسمع عنها وبشوفها في بيت جدتي. انا اللي خلاني اعدي ان الكرسي ده جدتي كان عندها زيه. فانا مش لاقيه زيه. انا كنت عامل كرسي للاستاذ محمد صبحي في مسلسل ونيس الجزء الاولاني، كرسي الازاز كان قاعد عليه سيادته. فعلا؟ واشتغلت معاه. انت بتتعامل مع مشاهير بقى. وتعاملت مع الحاج محمد المغربي في ابو سير. تمام. والاستاذ هاني جمال والحاج باس صابر. تمام طبعا. ده اساسا كل دول كانوا بيجوا لنا هنا في الورشه بياخدوا مننا شغل. مجهود بدني شاق في صناعه محدش واخد باله انها موجوده. لا هي شغلنا كلها مجهود، يعني كل اعضاء جسمك بتشتغل وانت شغاله. استاذ عماد، هل حفاظك على الحرفه دي بيساوي الناتج اللي داخلك؟ لا احنا قاعدين فيها عشان احنا بنحبها، صنعتنا من صغرنا، اتولدنا فيها، بيت ابويا وجدي. طيب. يعني الورشه دي من حوالي 51 او 52. تمام. فانا لقيت ابويا فيها، اتولد فيها ابويا. انا بقى بقول لحضرتك ان الدوله بتعمل معرض اسمه تراثنا، بيتعمل كل سنه، لسه كان معمول من 4 شهور. احنا من برنامج اهالينا هنبلغ حضراتكم وهنجيب لكم دعوه للمعرض، لان حرفه زي دي ما ينفعش تندثر. ما هو لما الكلام ده مبقاش موجود يبقى في بقى استيراد واستسهال. ليه؟ ما حرفنا شغاله وانتوا ناس قمر. الله يخليك. الله يخليك. طب كلمني بقى عن حياتك. ماشي. طب عمرك ما فكرت تبطل الصناعه دي؟ لا، ما انا اتربيت فيها واتولدت فيها، لقيت اخواتي واهلي كلهم فيها. بقيت اخواتك لسه مكملين؟ اخواتي بقى توفوا، كبار في السن وتوفوا. احنا فعليا قدام اخر اثنين بيشتغلوا في البردي. اخر اثنين بيصنعوا من البردي. طيب بتعملوا ايه تاني غير الكراسي يا فندم؟ بنعمل كنب وبنعمل ترابيزات وبنعمل سراير وبنعمل كل حاجه حضرتك. يعني مثلا بالبرد. ممكن تعملوا اطقم المصايف ولا اطقم الفيلل ولا اطقم الجناين؟ كل حاجه. كل حاجه بنعملها. صح كده؟ كل حاجه بنعملها. ده كرسي بردي، ده الكرسي ده جناين مثلا او كرسي مطبخ او كلام ده، او بلكونه حتى، او بلكونه. وفي مطعم كان واخد مني شويه كراسي من حلو الفتره من دول، كان حاططهم في المطعم كده وعامل له طبليه البلدي بتاع زمان. عملتها له مع الشغل دوت. ايه الفرق بين الكرسي ده والكرسي البلاستيك اللي هو في البلكونات والكلام ده؟ لا القعده كمان بتاعت القش ده صحيه جدا. ده اي تمام صحي؟ جميل. مش متعب للضهر ولا الكلام؟ لا 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 تمام. قش طبيعي بزرع. وسعره منافس جدا. ده سعره كام ده؟ ده عامل 350. 350. خشب ده نوعه ايه؟ خشب زان. زان. بتصنعه في الورشة؟ في الورشة عندنا كله. يعني حضرتك بتعمل المنتج من الالف الى الياء، ما بتحتاجش حاجة. بدهانه كمان. بدهانه. بدهانه كمان. أول خطوة إن شاء الله أدي الناس عرفت إن صناعة البردي لم تعد تقتصر على ورق البردي اللي بيتاخد زينة. في منتجات منزلية بتتصنع بأيادي مصرية. عم صابر، عم عماد بيعملوها. ان شاء الله هتروحوا مصنع تراثنا وترفعوا راس البرنامج باذن الله. انا مبسوطه بيكم جدا جدا، وربنا يا رب يوفقكم ويوسع عليكم ويبقى وشنا حلو عليكم يا رب. انا بشكركم من قلبي والله العظيم. الله يخليك يا فندم. بشكركم لان انتوا بتحبوا البلد فعلا لا قولا. انا مش ماشي بقول تحيا مصر، انا بحيي تراث مصر. اتشرفت بيكم جدا. هات كرسي وقعد.
تشوف واسمع اهلينا.